النهار الاول شويه كيجي واحد شويه صعيب شويه ضروري حيت اول مره هو شويه نهار على نهار كي بنادم يبدا ينسجم واخا يكون انسان تيكمي كاع كيكون المره ولا كيكون صعيب عليه الحال وكاين مع المده سيمانه نهار على نهار سيمانه كاع تيولي عنده عادي كيولي ينسجم يعرف عارف كيفاش يساير الامور معيشة الأسعار غالية الخضرة غالية شحال من حاجة غالية صراحة هو نطلب الله يدير تاول بنادم يتعاون مع بعضياته والسلام هادشي اللي كاين بنادم يتعاون كاين شي حوايج غالي صراحة وحنا لا جينا نرجعوا للدين ديالنا الإسلامي خاصو بنادم راه يقدروا ماشي هاد الشهر ديال العبادة ماشي ديال اللي يعمر كرشو يتقل ما تلاش من ماشي صحي ومنها ما يقدرش يؤدي المناسك ديالو الديني يصلي التراويح وما يقدرش يقوم بالصلوات ديالو على حقيقه ويبقى صحيح في الجهاز الهضمي ديالو يبقى مزيان ياكل الانسان على القدر ديالو ياكل ماكله اللي تواتيه في قدر المستطاع هو الشيء اللي كان والنصيحه الشهر ديال العباده وبنادم يصبر ويتسع خاطره وبالنسبه للناس اللي هما بليين يحاولوا المهم ينسجموا مع المجتمع ويحاولوا كاع يغيبوا ولا ما قال لي ما يقدرش كاع يحاول يتدرب في هذه السيمانه الاولى في الايام الاولى يحاول يغيب شويه ولا يتلاعب اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وصلك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزياره موقعنا www.ma5tv.ma